أستاذ صالح خطيب مدير مركز الإرشاد الدرزي. اليوم تنظمون مؤتمر الجذور والقيم، ما هو هذا المؤتمر؟ هذا مؤتمر نعقده كل سنة لتعزيز القيم والعودة إلى الجذور من أجل العمل المشترك بين المدارس الثانوية الإعدادية وحدات الشبيبة في القرى المختلفة. كل سنة يتسجل عدد من هذه الأطر، تتجمع هذه الأطر جميعا في مكان معين. اليوم المضيف قرية المغار إشكول بايس المغار، فمنقول أهلا وسهلا في جميع المشاركين. هذا المؤتمر فيه قسمين، القسم الأول عرض لما قامت به المدارس خلال السنة، ويوم يكلل العمل المدرسي بعرض هذه الأعمال أمام مدارس الأخرى، فجميع المدارس تشارك بعضها البعض، كل طلاب مدرسة يزورون بقية العروضات الأخرى للمدارس الأخرى. وفي القسم الثاني يكون تجمع، يكون كلمات ترحيب وعرض شرائح لكل العمل في الوسط الدرزي. أي طلاب وأي مدارس تشارك في هذا المؤتمر؟ أن مدارس عديدة شاركت من الجولان، في أن مسعدة، مجدل شمس، منطقة الجليل، حرفيش، البقيعة، كسرى سميع، ينوح جات، لمغار، في أن شاركت في هذا المؤتمر. 9 مدارس مشاركة اليوم في هذا المؤتمر. وماذا تقدمون خلال المؤتمر؟ طبعا خلال المؤتمر بنهاية الأمر ستقدم شهادات اشتراك وشهادات تقدير للمدارس المشاركة في هذا المؤتمر. عادة تقدم هذه الشهادات لممثل عن المدرسة، أحيانا يشارك مدير المدرسة أو مدير وحدة الشبيبة. أستاذ صالح خطيب، شكرا جزيلا، يعطيك العافية. العفو، أهلا وسهلا.